مباشرة ينضم إلينا الآن المختص والباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إيهاب جبارين. أهلا بك سيدي. في بادئ الأمر، كل ما يجري في أوساط حزب الليكود اليميني الحاكم هي معالم تمرد فعلية أم تصريحات الاستهلاك الإعلامي لامتصاص الغضب الشعبي بعد تشريع إلغاء حجة وذريعة عدم المعقولية؟ نعم، مساء الخير. بدون أن شك أن الحديث هنا ربما قد يكون مركبا أكثر من وجهة نظر واحدة. يعني بطبيعة الحال هنالك وجهة النظر التي ممكن أن تستند أكثر على كل ما يخص التمرد الحقيقي في داخل الليكود، وهو وارد جدا، وربما هنالك بعض الشخصيات التي تنتظر هذه الفرصة لكي تقوم بمثل هذه التمردات ضد شخص بنيامين نتنياهو تحديدا وضد معسكره بشكل عام وأجندته، هذا واضحا. ولكن من منظور آخر ووجهة نظر أخرى وهي ليست بأقل أهمية، لطالما كان نتنياهو يبدع في كل ما يخص بنصب الشباك والشراك في داخل أحزابه ليقلل من شأن شخصيات معينة كهذه أو كأخرى، وأظن أن ما يقوم به بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة هو ضرب عصفورين في حجر، ليفين من جهة وإيدلشتين كذلك من جهة أخرى، على الرغم من أن إيدلشتين محسوب على معسكر نتنياهو وكان لديه الولائه البارز في كثير من الحكومات السابقة، عدا أنه في هذه الحكومة تم تهميشه بشكل واضح. وعلى ما يبدو أن بنيامين نتنياهو يحاول أن يعني يكمل هذه مسيرة التهميش بأن يضع إيدلشتين في الواجهة، لأن يجب أن نتذكر نقطة واحدة مهمة في نهاية المطاف، الليكود أعضاء مركز الليكود لا يغفرون. يعني حتى يعني غوتليف بالمناسبة التي كنت قد يعني كان لديها التقرير السابق، كذلك غوتليب بالمناسبة يجب أن تؤخذ بنوع من الحيطة والحذر بكل التحركات التي تقوم بها في الآونة الأخيرة. غوتليب أتت من الصف الأخير في نهاية المطاف، تمردها هو فقط للاستهلاك الإعلامي في التصويت عندما يكون هنالك حاجة ليدها للتصويت في داخل الكنيسة، أين كيف أنها يعني تصطف. كذلك الأمر بالنسبة لإيدلشتين ودلال وغيرهم الذين خرجوا في هذه الآونة بموجة التمرد هذه، أين كنتم قبل أسبوع؟ هذا السؤال يطرح نفسه ويبقى يعني نصب التساؤل. إذا كان لديكم كل هذا الاعتراض وهذا التمرد وهذه التوجهات، فكان بديهي أن يكون ذلك قبل البداية بهذه التشريعات وليس بعد. فبالتالي واضح جدا أن نتنياهو يحاول أن يزور عن هذه الشجرة، يستعمل إيدلشتين ودلال وهم مقربون من نتنياهو، لكن بطبيعة الحال إيدلشتين هو الذي سوف يكون بالواجهة، وموجة التمرد هذه سوف يدفع ثمنها فقط إيدلشتين بأي حال من الأحوال. لكن إذا ما اطلعنا ربما على تصريحات عضوة الكنيست غوتليف، هي ليست مجرد تصريحات تتعلق بموقف معين أو بقانون معين، رأي ورأي آخر، وإنما وصل بها الحد لتطلب من ياريف ليفين وزير القضاء الإسرائيلي بأن يتسلم دفة القيادة عن بنيامين نتنياهو، وهذا يعكس ربما خلاف أعمق بكثير عن مجرد تصريحات الاستهلاك الإعلامي، أليس كذلك؟ صحيح جدا، من جهة يعني من جهة هذا وارد جدا ولا نقلل من شأنها، ولكن بطبيعة الحال في نهاية المطاف يعني الشرخ ما بينها وبين نتنياهو هو ليس حقيقي، ولا يوجد هنالك أي مسألة يعني ربما قد تكون شخصية لكن لا غير واضح للعيان أين يوجد هذا الشرخ السياسي ما بين غوتليب ونتنياهو. ولهذا السبب يمكن القول أن في نهاية المطاف يستهلك ذلك إعلاميا، هي برزت من الصفوف الأخيرة، يمكن القول هذا. يعني سيد جبارين، هذا بدأ أيضا من مسألة الترشح للجنة اختيار القضاء قبل فترة وجيزة حينما رفضت سحب ترشيحها. صحيح جدا، صحيح جدا، وهذا 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 ما كنت أريد أن أقصده. يعني في نهاية المطاف حتى عندما رفضت سحب ترشيحها يعني هي كانت مجرد استهلاك إعلامي وليس حقيقي يعني في نهاية المطاف، لأن هذا الأمر هذه اللجنة سوف تمر معها أو بدونها، وهذا ما كان في نهاية المطاف، هي استهلكت ذلك إعلاميا. لذلك هذا ما أقوله، يعني لا يوجد هنالك أي شرخ حقيقي وإيديولوجي ما بينها وما بين نتنياهو، ربما هنالك أسباب أخرى شخصية
ولكن على الرغم من كل هذا، يعني في نهاية المطاف جوتليف وما تقوم فيه إذا أردنا أن نصيغ ذلك بكلمات أخرى هي في من خلال استهلاكها الإعلامي ومن خلال مسيرتها، هي في نهاية المطاف فقط تبرز كل الخلايا الضعيفة في داخل الليكود لبنيامين نتنياهو، كتمردات ليفين من جهة، إيدلشتين عفوا من جهة وغيرها، يعني هي فقط تعطي هذه القاعدة لمثل هذه التمردات. طيب سيدي، ولنفترض بأن هناك فعلا معسكرين في حزب الليكود، معسكر ياريف ليفين وزير القضاء ومعسكر إيدلشتين وآخرين كذلك الأمر. السؤال هنا فعلا سيكون حول نفوذ ياريف ليفين وزير القضاء، والذي يبدو في الفترة المنصرمة متحكما بجميع التفاصيل في هذه المشهدية. هنا أسأل، نفوذ ياريف ليفين إلى أين؟ يعني بطبيعة الحال يجب أن نتذكر، نحن تحدثنا عن وجهة النظر الأولى، لكن وجهة النظر الثانية نحن نتحدث عن الفترة التي بدأت تتشكل فيها فترة الخلافة لبنيامين نتنياهو الحقيقية. بنيامين نتنياهو الآن دخل في عامه 75 أو 76 ربما، وبالتالي الحديث يعني حتى من ناحية الجيل، يعني بعيدا عن كل إشكالياته القضائية، نحن نتحدث عن السنوات الأخيرة، 3 4 سنوات الأخيرة لبنيامين نتنياهو، وبطبيعة الحال فوفق هذه المعادلة الكل يحاول في داخل هذا المعسكر أن يبرز نفسه كخليفة لبنيامين نتنياهو. ولكن هنا يجب أن نتذكر في نهاية المطاف وبطبيعة الليكود بالذات بعدما أبرز شخصية معينة وبسببها اكتسب كل هذه القوة، بطبيعة الحال يعني سيناريو التفكك يعني هذا بديهيا بتاريخ الليكود و يعني تاريخه السابق، فبالتالي وفق هذا السيناريو يمكن القول أن انشقاقات في داخل الليكود أو انشقاقه إلى عدة أحزاب، هذا سيناريو بديهي. طيب. وواضح، وبالذات وهنا نقطة يجب أن نقف عندها، وبالذات أن معسكر الصهيونية الدينية بدأ يعني يحاول أن يرسخ نفوذه في داخل الأوساط اليمينية أكثر فأكثر، وهنالك شريحة لا بأس بها من الصهيونية الدينية التي تعتمد أو تعطي تدلي بأصواتها لحزب الليكود، وبالتالي يعني التشككات والخلافة لبنيامين نتنياهو هذا هو مصدر هذه المشهدية وما يتوج في هذه المشهدية. عطفا على ذلك سيد جبارين، دعنا نفترض بأن ما يحدث داخل حزب الليكود على الأقل إعلاميا هو صحيح وواقعي أو أقرب إلى الواقع، واقع هذا الحزب اليميني الحاكم، أليس من المنطقي بعد كل ما شهدته إسرائيل وبالتحديد من حراك احتجاجي واسع جدا وصراع الأسبوع المنصرم، أن هناك من يحسب في الليكود حساب خط الرجعة بعد كل ما حدث؟ هنا يجب أن نتذكر أن الليكود هو الحلقة الشاذة في داخل مشهدية هذه الحكومة. نحن نتحدث عن حكومة حريدين ومتدينين ومعتمري قرنصوات ومتزمتين أمام حزب الذي كان من المفروض أن يكون، وإن كان يمينيا إنما هو يعني يستند بشريحته الواسعة على آراء وأفكار ليبرالية بين هلالين متنورة حتى إن شئنا، وبالتالي نعم هذه هي المعضلة الأكبر بالنسبة لحزب الليكود، وهناك الكثير من الأصوات التي ربما كان قد خسرها حزب الليكود من تحت يعني تحديدا بسبب هذه المعضلية أو تحت هذه البارادوكس هذا تحديدا، فبالتالي لهذا السبب بدون أن نشك أن هنالك أصوات التي تحاول أن تسترجع كل هذه الشرائح التي هربت، تحاول أن تستقر في داخل شريحة معينة، وأكثر من ذلك هم يعتبرون بأن نتنياهو يعني أمسك الليكود رهينة، ويرون حتى أن نتنياهو كان رهينة بأيدي الصهيونية الدينية والاستيطان والمشاريع الفاشية التي يعني نراها مؤخرا، يعني أنا لا أقلل من شأن فاشية الليكود، ولكن يعني هم يختلفون في نهاية المطاف في الاستراتيجية والتكتيك، يعني ما بين شعبوية سموتريتش وبين غفير وما بين استراتيجية وفكر وأيديولوجية الليكود، هذا هو كل الاختلاف، وبالتالي نعم هذه هي النقطة، يعني هم يحاولون أن يعيدوا
هذا المشهد إلى سيطرة الليكود وأعضاء مركز الليكود الذين خسروا كثيرا من نفوذهم في الحكومة الأخيرة، يمكن القول هذا باعتبار. طيب، وإبان ذلك كله، السؤال الذي يسأل بشكل أو بآخر ويثير اهتمام أي شخص مطلع على هذا المشهد السياسي والأزمة المتعاظمة هو كيف سيؤثر ذلك على مستقبل التشريعات القضائية في إسرائيل؟ بطبيعة الحال لاحظ التوقيت، نحن نتحدث عن يعني خروج الكنيست إلى عطلة، وبالتالي لا يوجد هنالك أي تأثير مباشر لهذه الأزمة المفتعلة بنظري على مجريات الأمور، وتحديدا بكل ما يخص التعديلات القضائية، بل على العكس هو يحاول هنا في هذه المرحلة بنيامين نتنياهو أن يقلل من شأن يريف ليفين، أو يعني يختزل شخص يريف ليفين وقواه باستعمال شخصيات أخرى. لا أظن أن هذا من الواضح أنه على المدى البعيد ممكن أن يؤثر على باقي تشريعات التعديلات القضائية، ربما على بعضها ولكن ليس على كل المعادلة. وبالتالي هنا يجب أن نتذكر أن في نهاية المطاف هذا البعض الذي كان يرمي إليه بنيامين نتنياهو منذ البداية، بنيامين نتنياهو منذ البداية لم يرد كل باقة التعديلات القضائية، بل كان هنالك مقتطفات التي يريدها ويصف إليها ويطمح بها. أشكرك جزيل الشكر المختص والباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ إيهاب جبارين.